بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء نشكر مواطني شلف الذين وضعوا الثقة في حركة مجتمع السلم وشرفونا بمنح أكثر من 3500 استمارة استطعنا من خلالها أن نتقدم بملف الترشح الذي أودع اليوم في 20 أفريل، مع تقديم واجب الشكر أيضا للسلطة المستقلة على حسن الاستقبال وسلاسة الإجراءات، وهذا ما لمسناه من خلال تقدمنا اليوم بملف الترشح. قائمة حركة مجتمع السلم التي سنخوض بها غمار هذه التشريعيات تحتوي الكثير من الإطارات، والإطارات التي نحسب بأنها ستكون خادمة للجزائر وخادمة لمواطني ولاية شلف. قائمة حركة مجتمع السلم فيها من الكفاءات الشبابية والإطارات التي سنخوض بها غمار الانتخابات. أذكر القائمة: أولا الترتيب الأبجدي، المنصور حميد، نور الدين بن يوسف، الدكتور حمدي معمر، الأستاذ سحنين عبد الله، زونان عبد الله، النائب السابق صادوق أحمد، الأستاذ صبيح إبراهيم، الأستاذة علاف فريدة، الأستاذ عمر معمر، الأستاذ فيغولي بو عبد الله، الأستاذة قجيل فاطمة، الأستاذ لواج محمد، والأستاذة مغربي جميلة، والأستاذة نجار فاطمة الزهرة. هذه قائمة حركة مجتمع السلم التي ستدخل أو تخوض غمار تشريعيات 12 جوان 2021، فنحن جاهزون ابتداء من اليوم بإذن الله تبارك وتعالى لنكون البديل في المستقبل من أجل جزائر جديدة، جزائر تعترف أو فيها من الإطارات والكفاءات من يستطيعون إخراجها مما تعيشه من أزمات. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجاهزون للعمل مستقبلا بإذن الله تبارك وتعالى حتى نصل إلى تحقيق الريادة التي نصبو إليها. وليحسن التصويت، وحينها يعني نفرح جميعا مهما كانت النتيجة. حينما تكون الأمور نزيهة وشفافة مهما كانت النتيجة فإننا سنتقبلها. أتمنى لكم التوفيق.